في الموضوع ده الادويه ما عادتش يعني في اميه زياده في الوزن. دكتور انا حامل في الشهر طلعت السابع، طلعت ضرس من كام سنه وكان في تسوس. مش هقدر اكل حقن الانسولين الصبح لو بدلتها. ممكن اعرف العظم بيخرج؟ وجعاني جدا، ارجوك رد عليا. طب يا دكتور، لو في مريض عنده ارتجاع مريء وكشف كتير وخد ادويه كتير جدا ولسه التعب موجود ولسه الارتجاع عنده، هل ممكن المنظار يبقى حل؟ طبعا، احنا لو عيان بيشتكي من ارتجاع المريء، واحنا هنتكلم في حلقه منفصله عن ارتجاع المريء، لكن من ضمن الحلول الفعاله ان احنا نخش بالمنظار ونشوف كمان مضاعفات ارتجاع المريء اللي هي بتحصل بعد فتره من عدم الاستجابه للعلاج، دي مش هتتشخص غير بالمنظار. طب يا دكتور، في عيان دلوقتي عمل منظار المعده وعمل قياس حركه المريء وطلعت اكاليزيا. طيب، الاكاليزيا دي عباره عن مرض بيحصل فيه ضيق في اسفل المريء. ده بيبقى له شقين من العلاج، شق عن طريق المنظار وشق عن طريق الجراحة. بالنسبة للمنظار احنا ممكن بنخش، اذا اسمه بقى المنظار العلاجي، بنخش بنوسع له الضيق ده بواسطة بالونة، ودي بتنجح في حالات كتير. طيب لو الطريقة دي ما نجحتش، ممكن بنعمل له زي جرح صغير في العضلة اللي عامله له الضيق ده، خدت بالك، وبعديها بنقدر ان احنا نعالج الحالة دي. فشلنا في كل ده او الحالة نوع من انواع الاكاليزيا اللي مش هتستجيب للعلاج بالمنظار، بنحوله للجراحه.